ما يحدث في المنطقة هو التراث كما هو معروف، اضطرابات قد أنزمة حروب أهلية أو التراث، المطالب بالإصلاح، الأوضاع التي تحتاج إلى معالجات كثيرة. وهناك من يهم بذلك ولهم الفضل ولهم شكر على هذا الاهتمام وهذا القيام بهذا الواجب وعدم ترك الأمور تسير في طريق يؤدي إلى الانهيار أو إلى السقوط أو إلى التبالي أو البلاء أو إلى كل ما لا تحمد عقباه. الكل يجب أن يتعاون سويا من أجل تحقيق ما تنشده الأمة من إصلاحات ضرورية. الكل لديه تلك المطالب، من كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين، من كانوا في موقع في الميدان أو كانوا على المكاتب أو في المدارس أو في المعاهد أو في المنازل، كل لديه عمل يؤديه. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، إذن لابد أن يكون هناك التعاون، الإخلاص، الأمانة، كل تلك الصفات الحميدة الجميلة التي نسمعها دائما من الدعاة، من الأئمة، من العلماء، من الشيوخ، من المخلصين للوطن، للأمة، للبشرية، الذين يريدون إنقاذ البشرية من الهلاك، من الضمان، من كافة تلك الهويات التي من الممكن أن يسقط فيها أيا من كان. نعطي الضوء، ننير العقول، الإرشادات، التعليمات كما يوجد إرشادات نتبعها في أمور حياتنا في كافة شؤوننا. هذا هو المطلوب، أن نعرف كيف نتعامل مع الأحداث المختلفة، مع التطورات التي لم نعتاد عليها، المستجدات التي تأتينا ولا نعرف كيف يمكن لنا أن نصلح أو أن نؤدي ما هو مطلوب مننا في مختلف مراحلها المعقدة والصعوبات التي قد تواجهنا. الحمد لله هناك من يعطي تسهيلات، تسهيلات مادية، تسهيلات معنوية، تسهيلات اجتماعية، تسهيلات علمية، تسهيلات كافة تلك التسهيلات التي من الممكن أن تجعل الإنسان سعيد في حياته، في مجتمعه، في بيئته، في علاقاته مع الآخرين، في معاملاته التي يقوم بها في أي وقت من الأوقات وفي أي معين جهة من الجهات. هذا هو ما اعتدنا عليه وما يجب أن نحافظ عليه. إذا تركنا ذلك، إذا لم يعتاد الجيل القادم على هذا، من ينير له الطريق؟ إنهم أجيال يسلم الراية للأجيال التي تتلاحق وهكذا. وهناك الاندماج، وهناك تواصل الأجيال، وهناك تواصل الحضارات، لا نجعلها صراع الحضارات وإنما تواصل الحضارات، كل يأخذ النافع والمفيد له من أجل سعادة البشرية.